اهلا بيكم. النهارده هنعمل فيديو تنظيف بشره عميق بالبخار، هوريكم كل الخطوات خطوه خطوه، هشرحها لكم بالتفصيل. اول حاجه لازم ننظف بشرتنا كويس قوي من المكياج بالطريقه دي، ده مزيل مكياج. الخطوه الثانيه هستخدم جل مقشر عشان يشيل الجلد الميت من على البشره. بعد ما استخدمت الجل المقشر وخلاص اتاكدنا 100% ان بشرتنا نظيفة تماما، هنستخدم جهاز البخار لمدة 10 دقائق. أنا حاليا قدام جهاز البخار، ننتظر مدة 10 دقائق وبعد كده هنبدأ ندخل على الخطوة اللي بعدها. دلوقتي هستخدم سكراب كريمي للبشرة، هنوزعه على بشرتنا كلها كده. دلوقتي بعد ما وزعت السكراب على وشي كله، هستخدم الفرشة دي علشان أحرك السكراب على البشرة كده. بعد كده هنغسل وشنا ونشوف الخطوة اللي بعدها. دلوقتي هنستخدم البخار كمان مرة لمدة 10 دقائق وهرجع لكم. دلوقتي وقت الماسك، انا عندي ماسك فحم جاهز، ان شاء الله في الفيديوهات الجاية هعمل لكم الجلسة بماسكات طبيعية بتتعمل في البيت، تمام؟ دلوقتي هنبدأ نوزع الماسك على وشنا. دلوقتي هنسيب الماسك لغاية ما يبدأ ينشف وبعدين هرجع لكم. دلوقتي بعد ما الماسك نشف هعرض بشرتي للبخار مرة تانية علشان اشيل الماسك. دلوقتي انا هستخدم جزء السيليكون اللي في الفرشة علشان اشيل بيه الماسك كده. دلوقتي بعد ما شلت الماسك هحط كريم مرطب كمية خفيفة جدا وهعرض وشي للبخار أقل مدة 5 دقايق وبعد كده هستخدم الإبرة دي علشان أطلع الرؤوس السوداء اللي في البشرة. دلوقتي احنا خلصنا مرحلة التنظيف، هندخل على مرحلة الترطيب. هستخدم آي باتش لمنطقة تحت العين. الآي باتش دي جدا مفيدة لأن هي بتشيل الغمقان اللي تحت العين، الهالات السوداء والخطوط والانتفاخ اللي تحت العين، وبترطب المنطقة بصورة جدا ممتازة. واستخدمت فوقيها الماسك ده علشان يرطب الوش ويغذيه. دلوقتي اخر مرحلة هي مية الوردة عشان نقفل المسام. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا فولو لايك وشير عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من البنات. باي.